ده هي حسنت اللي انا عايزه اقوله، ولكن في مبالغه كبيره جدا جدا في التصرف صوره زي وفي دي الطريقه يا جماعه. يا زهير تقلل من قيمتك قدام اهلك واهل جوزك وجوزك، ولو حد قالك غير الكلام اللي انا بقوله لك ده يبقى بيجاملك. ده يعني دي هجمه من ضمن الهجمات اللي كانت حصلت على زوجتك، الناس انتقدوها لسجودها سجدة الشكر في الفرح وقالوا ان ده مبالغ فيه. هي بتسجد ليا؟ لا لليك بس، الناس كلها اللي عايز يسجد في اي حته يسجد، ده لله. انا لو ماشي في الشارع قدام العالم كله عايز اسجد لله هسجد. انت كنت مبسوط بالسجده دي؟ بصي انا ما توقعتش منها من ريم ان هي تعمل الكلام ده. انا ما كنتش اصلا موجود في القاعه، كنت لسه ما جيتش. يعني انا كنت لسه ما جيتش، في دخولي لقيتها ايه بتسجد على الارض. فمحدش عارف ايه اللي كان بينها وبين ربنا، او هي كانت بتدعي بتقول ايه، او هي كان في حاجه في حياتها كانت محتاجاها جدا وربنا عوضها مثلا بتسجد لله، وبتسجد ان ربنا عوضها بحد هي شايفاه ان ده فعلا ده الانسان اللي انا فعلا عايزاه وكنت بتمناه من ربنا. ان مفيش بني ادم مثلا، مفيش حد بيقول ايه يا رب مثلا يديني مش عارفه ايه. طب ليه مثلا ما سجدتش في الاوضه وما سجدتش في البيت؟ سجدت في الاوضه وصلت. ليه في القاعة؟ سجدت في الاوضه وصلت، وهي كمان الحمد لله ما بتسيبش فرض. يعني انت ما كانش عندك فكره انها هتعمل كده؟ لا قسما بالله العظيم، ولا كنتوا متفقين؟ وحياتك بقول لك قسما بالله ما اعرف اي حاجه. فستان بتاعها كان كبير كده وباين انه متظبط. هي يعني هي اللي عاملاه، هي عشان الفستان كان تقيل. تقيل، فهي كانت حاجه يعني يساعدها في الفرشه. هم بيفرشوه وهم ما يعرفوش هي هتعمل ايه. هم كانوا بيفرشوه علشان التصوير، تمام، بس هي كانت فكرت 100,000 مره ان هي الفستان تقيل، خايفه تنزل تسجد تقع او يحصل حاجه، وفي نفس الوقت لما قامت خلت حد يقومها. ده هم اصلا فكروها ان هي ايه تعبت او حاجه، الناس اللي بيصوروها. فهي لما قامت قالت لهم معلش حد يجي يقومني. انت كنت موجود؟ انا بقى كنت دخلت. كنت داخل؟ كنت دخلت شفتها لما قامت. شعورك ايه؟ احساس جميل جدا، مش على الراجل كمان. يعني انا لما اسجد لله ان ربنا اداني الشخص ده الانسانه ديت، ده مش عيب،